الذي قاد الانتر للفوز بالكالتشيو الايطالي في ثلاث مرات متتاليه. هذه كره اماميه مباشره والهجمه الاولى للانتر ولكن سال عند حارس المرمى ناحيه الامام الى دييغو كابيل. كابيل كره في الامام محاوله موجوده التسديده الى خارج الضمان. الحارس الاخر الايطالي مورغان دي سانكيتس تم اعارته الى فريق نادي جالاتا سراي التركي مع صيف هذا العام. كره من الركنيه للانتر والتسديده الى خارج ارض الملعب الى انتهى قبل شهرين من الان. 85 نقطه ب 25 فوز وهو كان الفريق الاكثر انتصارا في الدوري الايطالي. كره ملعوبه في الامام والمحاوله بلعب كره على الطائر من كريسبو علي سولي مونتاري. مونتاري اللاعب الغاني. مونتاري كرة عالية إلى القائم البعيد ومحاولة إعداد الكرة أيضا لكنها بعيدة إلى خارج أرض الملعب. مونتاري هو شارك طبعا هو كان مع فريق النجوم في البطولة الأفريقية الأخيرة. وهنا الكرة الأمامية من ستانكوفيتش ومحاولة من مانسيني قائد صد الرباعي من لاعبي الإنتر. ركلة حرة مباشرة جوليو سيزار في المرمى وروماريك. روماريك تصل له الكرة والتسديدة. جوليو سيزار في المرمى ليس فقط في المرمى لكنه في المكان المناسب تماما. تصل في المنتصف ناحية ماريسكا. ماريسكا في المنتصف أيضا للتمرير. محاولة من لويس فابيانو وتصطدم وتعود إلى نافاس. نافاس يسقط في أرض الملعب. تتنفذ كرة من مانسيني كرة إلى القائم القريب وتتخلص عالية إلى خارج أرض الملعب. كرة في الأمام ملعوبة محاولة من الناحية اليسرى ممتازة في الدخول والكعب جميل أمام المرمى والكرة إلى خارج أرض الملعب. تابع مرة أخرى تشوف التمريرة من بالوتيلي والدخول من ميكسويل أندرادي اللاعب البرازيلي. عرضية من كريسبو لحاول تعود لبورديسيو. بالوتيلي يحاول في التمرير الأمامية تعود له كرة مرة أخرى. بالوتيلي المحاولة للفريق الإيطالي ما تزال موجودة ملعوبة عرضية أيضا داخل منطقة الجزاء راسية إلى خارج أرض الملعب. نافاس نافاس في التمرير إلى إنزو ماريسكا كرة داخل منطقة الجزاء شيفينتون يسدد لك جوليو سيزار. مانسيني زانيتي يتقدم ويلعب في مركز المحور الآن. زانيتي والتسديدة العرضية سهلة إلى حارس المرمى خافيير فاراس. ماكسويل أندرادي يشارك بشكل كبير في الناحية اليسرى وفي الهجوم إبراهيموفيتش مع أدريانو. هنا كرة عرضية لإشبيليا والرأسية إلى خارج أرض الملعب. نتابع الكرة والمحاولة من أرونا كوني من الناحية اليمنى لصالح إشبيليا. ملعوبة الكرة في المحاولة والتسديدة جوليو سيزر. شيفانتون ضيعتها يا شيفانتون. شيفانتون أمام جوليو سيزر كانت محاولة تسجيل. كرة في الناحية اليسرى ناحية بارديسيو. بارديسيو كرة عالية داخل منطقة الجزاء ولويس فييغو يستلم يسدد إلى خارج أرض الملعب. إلى خارج أرض الملعب والمجهود الرائع طبعا عمره 26 سنة. هذا محاولة عادي أدريانو. أدريانو كرة مقطوعة تصل لويس فييغو. لويس فييغو من بعيد يسدد تعود إلى لويس فييغو. أدريانو فييغو وتتخلص من حارس المرمى خافيير فاراس إلى